برعاية وزير الصحة شيخ الدكتور باسل الصباح، انطلقت فعاليات مؤتمر الكويت للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى بمشاركة أطباء وباحثات وخبراء قانونيين لمناقشة الموضوعات المدرجة في المؤتمر. وفي إطار الحرص على سلامة المرضى، تم إنشاء إدارة متخصصة للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة بقرار وزاري، وذلك تحت مظلة الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة. إدارة المسؤولية الطبية هي إدارة استحدثتها وزارة الصحة قبل أشهر معدودة وتضم ثلاثة أقسام: قسم تلقي شكاوى المسؤولية الطبية والتي للقضايا التي تحوم حولها شبهات الأخطاء الطبية، وكذلك قسم متابعة القضايا، وقسم كذلك دراسات المسؤولية الطبية. الإدارة ستعمل عبر أقسامها على استقبال أصحاب الشكاوي من القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالمخالفات المهنية والأخطاء الطبية لتقييمها وإجراء التحقيقات اللازمة من النواحي الطبية والفنية والقانونية. فهي في الأساس الأول للاستماع للسادة من متلقي الرعاية الطبية، وكل من لديه استفسار وكل من لديه كذلك رغبة في إعادة النظر في التحقيق في أحد القضايا أو في أحد الحالات التي تحوم حولها شبه الأخطاء الطبية. المسؤولية الطبية تتناول أيضا جانب تبصير وتوعية المرضى بخيارات العلاج والحصول على الإقرار المستنير. إذا مريض كان يحتاج أنه يصير له عملية، في توقيع للعملية للموافقة. قبل التوقيع المفروض أنه فيها جزئيات معينة، فالعملية لازم تشرح بلغة بسيطة يفهمها المريض، العملية ومضاعفاتها الشائعة لازم تذكر، أن المريض ما يعمل العملية في نفس اليوم اللي يقابل فيه الطبيب، على الأقل 3 أيام بعد الموافقة لعمل العملية أو الإجراء الصحي أو الإجراء الطبي للتجميل، ذلك يعطي المريض نوع من الوقت وعدم الاستعجال. كما توقف المشاركون في حلقة تعزيز ثقافة الأطباء وإخراطهم في أنشطة المسؤولية الطبية، منها أولا إذا حدث خطأ طبي لا سمح الله أن يكون كيفية التعامل معه، وأيضا من ثم كيفية تطبيق الإجراءات السليمة في سلامة المرضى أثناء العمليات، أثناء وجود المريض في الأجنحة، أثناء أيضا وجود في الطوارئ. المسؤولية الطبية هي في المحصلة ستساهم في التقليل من نسبة الأخطاء الطبية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى. المؤتمر يهدف إلى تبني العديد من البرامج والاستراتيجيات والتجارب الناجعة العربية والدولية والتي تتعلق برفع مأمونية الخدمات وتعزيز ثقافة السلامة بين المرضى والعاملين في الحقل الصحي. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.